كفاية تباطؤ. اتهام للمجتمع الدولي بالصمت إلى العبدية. فما يحدث في مديرية العبدية اليمنية على لسان هذه المرأة يفوق التصور. حصار فيما سبق، ثم حديث تقارير عن انتهاكات حوثية إثر السيطرة على مركز المديرية. شحيحة المشاهد المصورة من هناك، خاصة حينما يتحدث يمنيون عن قطع الحوثيين شبكة الإنترنت وجل الاتصالات. فهنا مأرب وهنا حربها. بالمقارنة مع شحة الصور ذات البعد الإنساني، تظل هذه المشاهد الأبرز في الصراع حتى اللحظة. نفط مأرب يفتح شهية المتحاربين، بل يوصف هنا بأنه بيضة القبان في مآلات الصراع ومساراته على الميدان. كل ذلك يجري خارج السياق الإنساني وفي ظل اكتفاء المجتمع الدولي بالإدانة فحسب. فمنذ سبتمبر المنصرم تسجل منظمات إنسانية نزوح أكثر من 3000 أسرة، متحدثة كذلك عن تهجير جماعي وأعمال عدائية واستهداف بالصواريخ الباليستية وجميع أنواع الأسلحة والقذائف. هنا إشارة للحوثي الذي لم يرد ذلك، فيما يسير هؤلاء حثيثا باتجاه هاوية ما لصراع يقارب 7 سنوات. ينضم الآلاف إلى آلاف سبقوهم للعيش في العراء، افترشوا أرضا وصحارى قاحلة والتحفوا السماء. هو ظلم، هذا ظلم. أسوأ أزمة إنسانية في العالم بالوصف الأممي، فلسنوات بات 80% من سكان هذا البلد يعتمدون على الدعم والمساعدات، ولا بوادر لإيقاف كل ذلك. من مأرب ينضم إلينا مراسلنا عمر المقرمي. أهلا بك عمر، ضعنا في صورة المشهد الميداني في مأرب اليوم، وأيضا هل هناك أي خطط للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتصاعدة والتي نتجت كما ذكر التقرير عن نزوح أكثر من 3000 عائلة من سبتمبر فقط؟ نعم رويدا، أولا نؤكد ما ورد في الخبر الذي أشرت إليه بمقتل أبو صالح المدني وحسين البنوس. أبو صالح المدني قتل بغارة جوية على في غربي محافظة مأرب، وحسين البنوس قتلته وحدة المهام الخاصة في الجيش اليمني، وهو قائد كتائب الاحتياط نزل مؤخرا من صنعاء وكان يدير العمليات العسكرية بين محافظتي مأرب والبيضاء. رويدا، ما حققه الحوثيون من مكاسب على الأرض دفعه أو حفزه أكثر دون استجابة مضادة قوية من الطرف الآخر، حفزه أكثر على تطوير الهجوم. لكن الآن هناك تماسك قبلي، هناك تماسك على مستوى السكان داخل المحافظة، وهناك أكثر من جهد للمواجهة. التحالف رويدا قبل ساعات من الآن كثف من غاراته على مواقع تحصينات الحوثيين في مواقع متفرقة من مأرب، أبرزها جبهتي جبل مراد والجوبة. الحوثيون هناك يسعون، ورغم الضربات الجوية العنيفة يحاول الحوثيون قطع خطوط الإمداد على الجبهات الجنوبية كما فعل قبل شهر تماما مع مديرية العبدية، وأطبق عليها الحصار وأمطرها بالصواريخ. وحتى هذه اللحظات يستمر الحوثيون في شن حملات اعتقالات واسعة كما تفيد الأهالي. توصلنا قبل هذه المداخلة بالأهالي في مديرية العبدية، وأكدوا بأن الحوثيين مستمرون في شن حملات اعتقالات واسعة ومداهمة المنازل ونهب ممتلكاتها. السلطات هنا اتهمت الحوثيين باتخاذ سياسة الأرض المحروقة بحق سكان العبدية، والوحدة التنفيذية هنا لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أكدت بأن أكثر من 3000 أسرة نزحت مؤخرا من المناطق الجنوبية التي تدور فيها الاشتباكات والمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين جنوب مأرب. هذا فيما يخص الجبهات الجنوبية رويدا. الجبهات الغربية والشمالية وتحديدا في جبهات الكسارة ورغوان والمشقح وصرواح، المعارك على أشدها تحت قصف جوي مكثف من مقاتلات التحالف. الجيش اليمني يؤكد بأنه لن يسمح للحوثيين بالسيطرة على مأرب، والحوثيون كذلك يحشدون حتى هذه اللحظة ويضربون على مواقع القوات الحكومية بمختلف الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع وما شابه. القوات الحكومية تعزز أيضا من جهتها، والقبائل ترفع أو تدفع وتستنفر قبليا وتدفع بأكثر من مقاتليها بأكثر
حشد عسكري كبير وقبل إلى المواقع الأمامية، وما ينبئ بأن الأيام القادمة ستكون هناك مواجهات دامية بين الطرفين، ونحن سننتظر ونرى ماذا ستكشف عنه تفاصيل الأيام القادمة. رويدا، نعم. الآن الوضع الإنساني مزري للغاية في مأرب عموما وفي العبدية على وجه الخصوص، وكذلك النازحين الذين نزحوا من المناطق التي كانت تدور فيها الاشتباكات في شبوة وفي حريب قبل أن جراء سيطرة الحوثيين عليها، وصلوا هنا إلى المدينة، وهناك نقص حاد وشحة في الإمكانات والمساعدات الإغاثية، والسلطات ممثلة بإدارة الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين تقول بأن المنظمات لم تقم بدورها بشكل بالشكل المطلوب إزاء هؤلاء النازحين الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، وهنا الآن عالقون على هذه المدينة، يعني هم في أمس الحاجة لأبسط المساعدات الإنسانية والمقومات التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة. هذه هي آخر التطورات رويدا في على محافظة مأرب. شكرا جزيلا لك عمر المقرمي مراسلنا من مأرب على هذه الإحاطة.